السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذا النهار. اهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة. وهنا من بعد ما فطرت ودرت شوية ديال البخور للدار، راكم عارفين ايما عزيز عليا البخور، هاكا انا وريتكم هاكا لقطات صغيرة من الفيديو، وغادي تشوفوا واحد الحمص صايبتو ميمس، درنا حمص كامون، وهذا الحمص بالتوابل صراحة كيجي وار 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 زوين ما شاء الله. المهم تبعوا الفيديو باش تشوفوا كل شيء بعينيكم، وصراحة زوين ما شاء الله، خصوصا للناس اللي محبين للثومة، حتى فيه الثومة درت فيه الثومة، خصكم مغطية تحت الكرشة، وكدير لكم المونتاج. واخا صورت داك الفيديو شحال هادي خليتو، حتى اليوم عاد درت ليه المونتاج تحت المنظر، حيت البرد برد هاد العشية راكم في القلب يا احلى متتبعين. ايوا دابا غادي نبداو في الطاجين ديالنا. درنا الطاجين بالصفر اليوم، تشهيناه وقلنا لخويا سعيد وجاب لينا الصفرجة، الله يجازيه بخير، الله يكثر خيره، الله يخلي ليه صحيحته ويخلي ليه وليداته. ايوا هنا غادي نقطع البصله وغادي نرجع. ايوا اللحم ديالنا غنديرو هنا، اللحم ديال الغنمي، المهم كنقسموه كما شفتو داك النهار، تندير شي ميكات هكا كل نهار كديري حقو. ايوا انا درت شويه ديال الزيت، وهنا غادي ندير البصله. صراحه الطاجين ديال الصفر والله الا جا واعر، قال لي يابا فكرتيني فشي ناس في الرشيديه، كان تيبيع البطاطا في الجوايه ديال سين جداد الرشيديه، قال ميمه قال لي كانت واحد المره كدير لينا هاد الطاجين. انا درت الثومه وريتها لكم، والخرقوم الثومه كتبان لكم بحال الا حبوب، انا درت الخرقوم ولكن ماشي حبوب، عرفتوا طحنتها وداك الشيء اللي شاد ليا فيها، صراحه ما بغيتش نلوحو. ايوا كل مره تندير فيه شويه. ايوا انا غندير شويه ديال القرفه، راكم عارفين الصفرجل كيبغي القرفه. ايوا درت انا شويه، وكنت كندير شي حاجه ما عرفتاش كنديرو، خلطاتو ليا انا شي كنقطع المطيشه، ودرت لي حتى المطيشه، ما عرفت واش كدير في الطاجين ديال الصفرجل ولا لا. ايوا غادي نخليو الطاجين ديالنا يطيب. هنا جينا لهذا صراحه والله ما قطعته، حتى خفت لا يضربني الموس، صراحه جا قاصح قاصح، هانتوما كتشوفوا بعينيكم. اليوم ودي الا خلي الفيديو راه ما غاديش نقطع واحده حتى تدوز فيه اكثر من 10 دقائق، صراحه صعيب قاصح. وانا كنحاول نقسم هاد الكبيره، ولكن في الاخر يلاه شي ما صافي، غير هزي الموس وقطعي معايا، ما نقدرش نكملو بوحدي، صراحة صعيب بزاف. وفي الطياب ديالو هذا سهل، طرفته عين شوية ما ولا ليا الكوفيتير ديال الصفرجل، والله يا ربي يا ربي، قلت يا ربي الحمد لله ملي ما ضربنيش الموس بهذا الصفرجل قاصح. وانتم كتشوفوا هذيك الكانونة اللي درنا فيها البخورات الصباح، عزيزة عليا، صفطاتو ليا واحد بنت عمتي من ورزازة، تنقول ليها شكرا. ايوا هنا غادي نديرو الصفرجل ديالنا هنا في الكميلة، صراحة عولت نديرو في الكوكوط، كون درتو صافي مشيت فيها، درت ليه الماء وشوية ديال الملحة، هنا درت شوية ديال القرفة والسنيدة والزبدة. تسحب لي واش كنصور حتى كملتو مع داكشي علاش وريتكم هكا،
ايوا هذا ما كان. ودابا غنرجعو هاد السفرجل ديالنا يتعسل واحد شويه حيت طاب ليا بزاف دغيا. طيب حيت ديال البنات ايوا ها الطويجين ديالنا انا بديت كندير فيه السفرجل ونسيت التصوير حتى درته كامل تقريبا. ايوا تندير ليه هاد شويه ديال المرقه اللي بقات باش تكون فيها تخلط الحلاوه والملوحيه باش يجي هو هذاك. والمهم الخوت ما شايفكم في هذا الطاجين الله العظيم الا كليناه وباني تعجبو بزاف. قال لي تفكرتني في واحد المره كنا تنمشي ولندها انا وخالك و الاصدقاء ديال خالي وكنعرف بلي راه كيتفرجوا فيا حاليا ولكن ما بغيتش نقول سميتهم. ايوا هنا غادي ندوز معكم نصاوب معكم الحمص ها نتوما شفتوا رقدناه. غادي نعاود نشوف الا فيه شي حاجه تحيد بحال هادو هادو اللي كحلين غادي نعاود نحيدهم. ايوا نديرو يطيب يطيب مزيان غادي نغسلوه هو الاول عاد غادي نرجعو ان شاء الله باش ملي يطيب ان شاء الله نرجعو. ايوا الحمص ديالنا طاب درتو شتو راه طاب ولا طيب وهاري. ايوا حنا درناه دابا باش يستقطر شويه الماء وغادي نقسم هاد الحمص غادي نصايب كما قلت لكم هاد طيب وهاري او حمص كمون وعاد النص غادي نديرو في الفران. انا جبت المقيله ديال المسمن ولا ديال الخبز ولا ديال الحرشه كل واحد اش كيقول ليها. وانا غادي ندير النص اختكم كدير لكم المونتاج وفيها الناس لكن ماشي مشكل. ايوا انا درت النص هنايا في المقله صراحه جاهده ديال المقله زوين تبارك الله والله الا زوين. شتو هادي راه باقي فيها شويه ديال الكحوله عرفت واش نحيدها ولا نلوحها نيت. ايوا هنا جبت معايا الثومه الكمون الملحه الفلفل السوداني او ايسوفير بتسلحيت. المهم درت شويه ديال الكمون لهذا ولا هذا. هنا الثومه غادي نديرها غير ديال الفران وهذا الفلفل السوداني وشويه ديال التحميره حتى هي. ايوا هذا ديال الطيب وهاري غندير ليه فيه غير كمون والملحه. ايوا انتما كتشوفوا دابا غادي نزيد شويه ديال التحميره في المقله وشويه ديال الزيت شويه ديال الزيت الروميه ما بقاتش الروميه كما قالت اختنا اللي قالتها سوسو قالت لك ما بقاتش الروميه ولا دابا يهوديه ولا غاليه. ايوا انا غادي نخلط هذا ديال الفران اللي فيه الثومه والتحميره والكمون والملحه واش اخر الفلفل السوداني كيبقى اختياري الحار. ايوا غادي نخلطو مزيان وغادي نجيب معلقه اخرى نخلط بها هادو على هادو غيديوهم ليا لطيفه للفران. واو هذا ديال حمص كمون راه صافي طاب وجد. وديك الكميه اللي شفتو في الكوكوط راه ما درتهاش كامله هكا طيب وهاري ودرتها هنا في المقله. خليت شويه الكسكسو ايوا الا كتب شي نشارك معكم النهار الجمعه ولكن محال. المهم راكم عارفين نهار الجمعه كي كسكس. ايوا هنا الحمص ديالنا تقرمى صراحه والله الا جا واحد عرفتو ما بقات فيه حبه لغد ليه كلينا ني ديك العشيه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله ما شهيزكم سمحوا لي العيالات اللي حاملات كنعتذر حيت صراحه اللون ديالو زوين وكيشهي.
ايوا سمحوا لينا بزاف بزاف بزاف. المهم دابا في اخر الفيديو غنخليكم واحد الصوره صوتت عليا واحد المتتبعه ديالنا، كنقول لك شكرا لك بزاف بزاف على الحب ديالك، حتى وليتي كتكتبي سميتنا في دارك وفي الكوزينتك وهكا. المهم غادي نخليها لكم باش تشوفوها في اخر فيديو ان شاء الله يا ربي الحبيب. صراحة عاد الحمص واعر واعر. مهم ما تنسوناش من واحد اللايك والبارطاج، تهلاو في ريوسكم. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.